الفازه ديال 1000 درهم الخوت ها هي جات عاوتاني جبنا فيها كونتيتي جديده انا سيدي اللي جا ما يرجعش الحمد لله اللي هنا واحد الاقبال كبير الشركه اللي دايره مع الدراويش المزيانه الخوت وكذلك حنا كنديروا فيها ثمن زوين هذه التلفازه ديال 999 هي 1000 درهم فيها كلشي ماشي فيها كلشي التلفازه تسلي بالنسبه فيها ريسيبتور تي ان تي فيها تقدر فيها بلاصه لاش دي مي بلاصه يو اس بي فيها كلشي ناس ديال الكاميرا ناس ديال البلاي ناس اللي باغي يدير التلفازه في الدار خاويه وكذلك كاين هاد العمره هادي هاد العمره ديالي اللي فيها بلاي ستور هي اللي فيها كلشي كنقولوا لها احنا العمره هي هادي فيها كلشي تقريبا واهم حاجه ان الاندرويد ديالها اوفيسيل داكشي الاخر كامل ديالها اوفيسيل وفيها عندها لا كارونتي هادي حتى هادي فيها كارونتي هادي 1450 هادي 1000 درهم نيشان مقاده بالنسبه للناس ديال شاومي كاينه البي ان البي ان ديال شاومي خوتي باقي حتى البروموسي ديالها 1750 درهم 1750 عامره داكشي ديالها بعام ديال لا كارونتي كلشي فيها اوفيسيل شاومي اصلا هي ناويه على راسها 43 مفقودة 43 مفقودة بحال 50 راه ما كايناش في السوق قليلة ولكن حنا ما نحتكروش ليها الثمن ديالها ما كايناش نشدوها نطلعوا لها الثمن ما كايناش لا الثمن اللي قلنا لكم النهار الأول غيبقى دابا حاليا الثمن ديالها 43 هذه دولبي أوديو دولبي فيزيو الفوركا الترا اش دي الثمن ديالها 3200 درهم هذه بروموسيون من عند الشركة الخوت كانت كتباع 3800 دابا 3200 درهم اللي بغى يجي يقضي الغرض مرحبا به هادشي اللي كاين تقريبا هادشي اللي كاين حاليا في التلفازات هذه هي هذه اللي على اللهم بارك الطلب ديالها باش بناها كانت قليله في السوق الخوت دابا جبناها الكونتيتي نيت هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم